السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محدثكم خالد الساحلي، أهلا بكم دائما وأبدا. نواصل معكم تقديم سلسلة دروس تعلم مهارات وفنون الذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين وترقية عملنا في مجال التخصص، لأجل أن نحن نقدم أفضل عمل في أقل فترة زمنية ممكنة، أكثر كمية ممكنة، وبجودة أعلى. وزي ما قلت ودائما نقول ان الذكاء الاصطناعي لن يحل محلك، انما من يحل محلكم الاشخاص الذين يجيدون استخدام الذكاء الاصطناعي. تكلمنا في المحاضرتين السابقات عن كيفية الكشف عن المحتوى المكتوب بطريقة الذكاء الاصطناعي، ندير مراجعة سريع. قلنا نحن مثلا انت طالب مشروع وعندك ورقة بحثية او رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه، وتمشي للانترنت تقرا في مراجع مختلفة، يعجبك كلام في احد المراجع تاخذ كوبي بيست وتحطها في الورقة بتاعك وتغير الاسم وتكتب اسمك. طبعا هناك برامج للكشف عن الاقتباس العلمي او ما يسمى بالسرقات العلمية، من ضمن هذا البرنامج اللي هو البري بوست اس اي او. الاقتباس العلمي المسموح به لك علميا يختلف من مدرسة الى اخرى، في اللي يقول 18% 20% 25% اقصى شيء 25% و25% واجد. ففي برامج لما تسلم الورقه بتاعك للجنه او لدكتورك يستخدم هذا البرنامج، مثلا ياخذ الكلام اللي انت حطيته وكتبته ويحطه في هذه الخانه ويدير عمليه تشيك، ويطلع لي اذا كان الكلام بتاعك انت اللي كاتبه او ماخوذ بطريقه اخرى من مكان اخر. طبعا هذه الطريقه تنفع فقط في حاله اذا كان الكلام المقتبس او بين قوسين كلام المسروق من مصادر في الانترنت وفي الكتب وفي PDFات. لكن لو كان الكلام اللي انت واخده مكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي، فيصعب على هذه البرامج اكتشافه وملاحقته وتتبعه. درت تجربة، انا مشيت للبارد وسألته سؤال عن الفرق بين سوائل الحفر المائية والزيتية، اعطاني اجابة، خذيت جزء من هذه الاجابة ومشيت لنفس البرنامج اللي هو البري بوست اس اي او وزرعت هذا الكلام ودرت له تشيك، اعطاني الاخ ان 100% كاتبناه، في حين انا ماليش كاتبه، انما اللي كاتبه هو الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذه البرامج الى الان ربما تفشل في تتبع وتعقب المحتوى المكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي. فش الحل؟ الحل نعد نبحثوا على برامج تخلينا نكتشفوا وين كان الذكاء الاصطناعي، او اذا كان المقال مكتوب بالذكاء الاصطناعي. وشرحت في المحاضره السابقه عن برنامج الجي بي تي زيرو، واعطيت المقال ودرت له تشيك واعطاني ان المقال بتاعك كله مكتوب بين قوسين مسروق من الاي اي، وقبله كان في برنامج اللي هو الاندكتبل وجربناه حتى هو برضه اعطاني ان المقال بتاعك مكتوب بين قوسين مسروق من الذكاء الاصطناعي، ووراني وين الكلام اللي انا واخده، مع انه قايل لي ان اول سطرين احتمال تكون انت كاتبهم بس انا ما كتبت شيء، اللي كتب هو البارد. وهذا طبعا كيف ما قلت لكم سابقا ان هذه البرامج لا زالت تحت التطوير والترقيه والتحسين، بحيث ان هي تعطي افضل النتائج. عشان تنحل هذه المشكله عندك، خذ هذا النص اللي انت خذيته بين قوسين اللي انت سرقته طبعا، وامشي لبرنامج البري بوست وعد يبحث عن ايقونه تجاه هي في البدايه ري رايت اعاده كتابه، وراح يعاود يكتب لك من جديد وتاخذ هذا الكلام، وراح تكون انت واخذ الشرعيه الكامله لانه هو دار لك اعاده تغيير. فهذا الكلام لا راح يكشف لك الاي اي ديتكتور ولا راح يكشف لك برامج التعقب العاديه. اليوم جايب لكم موقع اخر مهم، عن طريق هذا الموقع نستطيع ان نحن نبحث عن الكلام اللي هو كاتبه لي الاي اي. هذا الموقع اسمه خلينا نقوله هيك اي اي، هو على طول طلع عندي ان نستخدم فيه اي اي تشيت تشيك، يعني ملاحق ومطارده الكلام المكتوب عن طريق الاي اي، ونديروا انتر. وطبعا راح نختاروا هذه الايقونه، الايقونه رقم واحد، اختاروها توكلوا على الله. هو طبعا يقول لي ساين اب، يعني ضروري تسجل فيه، انا طبعا مسجل فيه الموقع، مسجل فيه وعندي فيه طبعا ايميل، دو يو هاف اكونت اوريدي؟ يس انا عندي اكونت، الاكونت بتاعي طبعا اللي هو خالد صالح جيميل، والباسورد بتاعي هو هذا طبعا، نكتب الباسورد طبعا تسجل فيه عادي ساين ان اوكي، ولو ما عندكش نو اكونت جيت يعني دير انت ساين على طول، اعطاني فتح لي الصفحه. خلينا ناخذ الكلام، سوري كانسل ما نبيش، نجو هنا ناخذ هذا الكلام اللي هو من الكومبوزيشن الكورس اللي هو كاتب لي الذكاء الاصطناعي، وندير له عمليه تشيك هل هو كاتب الذكاء الاصطناعي او انا كاتبه او كاتبه اي برنامج اخر. ونجي هنا ندير عمليه الزرع بتاعي، ندير بيست انا زرعته انلايز اوكي، هنا نجي لي انلايز نقول له دير لي عمليه تحليل لهذا الكلام اللي انا كتبته. اوكي شوف هنا اعطاني ان 100%، لاحظ انا لما نجي ندقق هنا اي اي بروبابيلتي يعني 100% كتب لك الذكاء الاصطناعي، استثنى لي اول سطرين واخر سطر، قال احتمال تكون انت كاتبه
يعني هذا ماهوش كاتب الذكاء الاصطناعي 0%، مع انه هو كاتب الذكاء الاصطناعي واعطاني هنا احصائيه خاصه بالموضوع بتاعي. اللي يهمنا في القصه هذه كلها ان ضروري تكون انت عندك خلفيه انك تقدر تستخدم اكثر من برنامج في اكثر من وقت في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ايضا انك انت تواكب هذه البرامج، لان هذه البرامج لازالت تخضع للتطوير وللترقيه المستمره بشكل كبير، يعني ما زال يرقوا فيها ويطوروا فيها. هم كاتبينها حتى في مواقعهم، كاتبين ان البرامج هذه ما زالت تحت التجريب وتحت التطوير وتحت الترقيه. فلهذا السبب انا اقول لك دائما وابدا حاول انك انت تواكب العلم، تواكب التقنيه، تتواكب التطور، واي حاجه جديده ضروري تكون انت موجود معاهم، مزروع في وسطهم، لان تكون في القطار في مقدمه القطار افضل من تكون في مؤخره القطار العلمي، وافضل من ان يفوتك القطار. تحياتي الطيبه لكم محدثكم خالد الساحلي.